السلام عليكم ورحمة الله أعزائي، مرحبا بكم في القناة ديالي. الوصفة ديال اليوم جد سهلة ورائعة جدا، بغيت نقسمها معكم. هاد الديسير أو فاكهة بعصير البرتقال كيجي منعش بزاف ولذيذ في نفس الوقت. كنتمنى الوصفة تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. نمر المراحل والمكونات. دابا كندوزو الطريقه. دابا اي فاكهه كتحتاجوها ديال هذا الموسم تقدروا ديروها في هذا العصير بالفواكه او ديسير بالفواكه. كيجي بعصير البرتقال. كنحتاجو هنايا، انا درت هنايا حبات من المشمش، كتلاحظوا واضحه في الصوره، درت حبات من الموز. كديروا هذه الفاكهه على حسب الافراد ديال الاسره. درت هنا حبات من الفراوله، درت نص من هاد البطيخ او السويهله، نص حبه، ودرت تفاحه. غادي دابا غادي نقطعهم، هاد الفاكهه غادي نقطعها. وبالنسبه لعصير البرتقال، عفوا، كنحتاج لتر من عصير البرتقال. كتلاحظوا بلي عصير البرتقال عندي شويه هنايا احمر، لان انا البرتقال عندي من الداخل ديالو واللون ديالو احمر. غادي نبدا في تقطيع الفاكهه كيف كتلاحظوا. الديسير هذا الصراحه كيجي زوين بزاف في هذا الفصل ديال الصيف، كيجي ممتاز وصحي نفس الوقت. غادي نقطعو على شكل مكعبات، كاين اللي كيبغي مكعبات تكون كبيره، كاين اللي كيبغي المكعبات تكون شويه صغيره. انا درتهم بحال ما هكذا كيف كتشوفوا، واضحه في الصوره. غادي نقطعو قطع ديال المشمش، تاهي نقطعوها كيف ما بغينا بحال هكذا كتشوفوا. كتشوفوا بحال ما هكذا. غادي نقطع الفراولة، فراولة سهلية بحال ما هكذا. بالنسبة للبطيخ أو السويلة كنزولو ليها الجلدة ديالتها. على هذا الشكل نقطعوها تاهي مكعبات. كيف كتشوفو هكذا. انا غادي نستمر في هذا التقطيع ديال الفواكه وغادي نكمل معكم ان شاء الله الوصفه. وبالنسبه حتى للتفاح حتى هو نفس الشيء، كنقطعوه على جوج، نزولوا ليه النوا ديالو هذه اللي كتكون بحال هكذا الوسط كيف كتشوفوا هكذا. كنقشروا ليه القشره ديالو، كنقطعو بحال ما هكذا حتى هو. كيف كتشوفوا بحال ما هكذا. انا غادي نستمر في تقطيع الفواكه وغادي نكمل معكم ان شاء الله. كيف كتلاحظوا انا قطعت الفاكهه كامله كيف كتشوفوا واضحه في الصوره.
الا كان العصير ديال البرتقال كان حلو بلا ما ديروا السكر، كديروه هو صافي بوحديتو. اما الا كان مثلا مر بحال ما هكذا تقدروا تزيدوا السكر على حسب الذوق، ما تكثروش من السكر. هاد الفاكهه كاين اللي كيديرها حتى بياغورت بوحديتو كتجي حتى هي زوينه. انا غادي نديرها بعصير البرتقال، غادي نصب الكميه كامله من عصير البرتقال كيف كتلاحظوا، وغادي نضيف انا حيت عندي البرتقال شويه محلوش غادي نضيف جوج معالق كبار ديال السكر. غادي نحركها واحد شويه باش هذاك السكر يذوب ليا ما يبقاش ليا لتحت في الاناء بحال ما هكذا كتشوفوا. دابا انا غادي نغطيها وغنديرها في الثلاجه حتى تبرد مزيان، عاد ديك الساعه نكمل معكم الوصفه. هذا هو الشكل النهائي كيف كتشوفوا. الصراحه هاد الديسير كيجي جد رائع بزاف في هذا الفصل ديال الصيف، كيجي منعش وكيجي وصحي للاطفال وحتى الكبار. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، كنتمنى تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. الى وصفه قادمه ان شاء الله.